النادي بيعتبر بيتنا الثاني ان لم يكن الاول، لان احنا بنقضي فيه طول اليوم مع الاهل ومع الاصدقاء، وبنشوف فيه يعني مكان اجتماع لينا كلنا جميعا، وبيبقى ممتع وفي انشطه. يعني النهارده في حفله في النادي، وفي دايما العلاقات العامه بتعمل انشطه، اللجنه الترويحيه بتعمل انشطه، الرحلات بتقيم دايما انشطه، وده طبعا النادي يعني وبيحقق يعني بيوفر لنا كاداره، بتوفر لنا كل الامكانيات، يعني ما فيش مثلا حد بيجي ما يلاقيش مكان يقعد، ما فيش حاجه مش متوفره، فالحمد لله. طبعا العيد حلو في النادي الاهلي، كل سنه وحضراتكم طيبين. احنا اشتغلنا مع اكتر من 150 طفل في كل فرع، فكان حلو جدا والناس كانت مبسوطه، وبالعكس كمان كانت الناس مبسوطه ان النادي مقدم خدمه للاعضاء مجانا للولاد في مناسبه زي دي، خصوصا عيد الاضحى اللي هو ما كانش فيه مناسبه، يعني عيد الاضحى كان مجرد بس ان احنا بناكل فته ولحمه وخلاص، لكن المره دي ان كان بقى فيه شغل فني للولاد، دي كانت حاجه بسطة اولياء الامور، وبيطالبوا يعني كل شويه بيكلموني يا ريت ده يبقى حاجه مستمره باستمرار، ان الولاد يتعلموا وكده، بدل ما يجوا يضيعوا وقتهم مثلا في حاجات مش مفيده مثلا، لا يجوا يشتغلوا حاجه مفيده تبسطهم. النادي الاهلي لازم تجي في العيد عشان الحفلات اللي بتحصل فيه، وعشان نادي محترم. النادي الاهلي موفر طبعا وسائل جميله جدا، تحس الواحد الصراحه بتبقى افضل طبعا من اي مكان تاني. باشمهندس محمود طاهر كتر خيره الصراحه، يعني وفر لكل اعضاء النادي الاهلي كل سبل الراحه، من ملاهي الاطفال، من زي ما حضرتك شايف سامع كده مسرح طبعا بالنسبه للاسره، كل حاجه الحمد لله متوفره هنا، كافيتريات كل حاجه، فالواحد بيحس الحمد لله ان هو يعني في افضل مكان، والحمد لله الجو ربنا سبحانه وتعالى طبعا كرمنا الحمد لله، الجو جميل جدا، فالحمد لله فضل وكرم من عند ربنا موفر لنا كل سبل الراحه الحمد لله في النادي الاهلي. دي تاني مره بصراحه اضيفي، بس مستمتعه جدا. بص انا كنت في السعوديه فما كنتش حاسه بعيد خالص، ونسيت بقى اصلا العيد في مصر عامل ازاي، بس لما جيت حسيت قد ايه الدنيا جميله، يعني لسه في امان ولمة عيلة، حاسين احنا كلنا عيلة واحدة، وحكاية الموسيقى العربية دي كمان جميلة قوي بصراحة، رجعتنا لزمان فعلا. بصراحة الأجواء جميلة قوي، والنادي تحسي بيه بالحيوية والعيد والمرح، والولاد بينبسطوا قوي، بنبقى فرحانين قوي بصراحة، بنقضي اليوم كله. سارة وحضراتكم طيبين، وعيد اضحى سعيد عليكم يا رب، ومبسوطة جدا ان انا معاكم النهارده. حفلتنا عايشة جوانا، الفرح بهم بقاسانا، مهما بعدنا فاكرانا حبيبتي انت يا مصر. طبعا النادي الاهلي دي اجواء طيبة، ويعني احتفالات لطيفة هنا في العيد، وحتى النهارده في حفلة لطيفة النادي الاهلي عاملها، فاحنا استغلينا الفرصه دي ان احنا يعني عملنا عيد ميلاد الشباب يونس ونوح، انا عندي توأم الحمد لله 4 سنين، فعملنا هنا برضو مع الاسره والاصدقاء، استاذ جمال العاصي اخونا الكبير ووالدنا وخالنا، وكانت اجواء لطيفه والحمد لله انبسطنا وناس مبسوطه، ويعني وشرفتونا بالتسجيل ده الصراحه. متعودين نقضي العيد، بس اول عيد ميلاد نعمله لهم هنا، قلنا نجرب ان احنا نيجي النادي ونشوف عيد الميلاد هنا هيبقى عامل ازاي، وهم مبسوطين جدا الحمد لله، والاجواء جميله، الجو جميل، هو نادي القرن، هم بيحبوا النادي الاهلي وبيحبوا لعيبه النادي الاهلي، وهم بيبقوا مبسوطين جدا وهم هنا، فقررنا ان احنا نعمله لهم هنا النهارده. كل سنه وانتم طيبين يا اولاد كلكم. نبتدي بسماح عشان هي الكبيره اللي عندها 15 سنه، عندنا يونس وعندنا نوح وعندنا ريتال وورد، كلهم منورين القعده ومنورين النادي الاهلي، وكل سنه ان شاء الله نيجي نحتفل هنا في النادي الاهلي، كل سنه وانتم طيبين جميعا. الناس كلها تتجمع من بدري مستنيه حفله غنائيه، ونفس الشيء كان في مدينه نصر، نفس الشيء الايام اللي فاتت، ودي الحاجه طبعا اللي بتخلي دايما النادي تحس بقيمه النادي اللي هم فيه وكيانه وقيمته، واتمنى يا رب ان النادي الاهلي يفضل كده دايما في هدوءه، في انسيابه، في حبه للرياضه واعضائه كده، يا رب دايما دايما نعمه على النادي الاهلي يعني. قلبي معاك وانا بدايق وخدي كل عامل وياك، كل عامل ويا قلبي. بقضي العيد هنا الـ4 ايام،
وغير العيد برضو في رمضان والحفلات. بصراحة يعني نادي قمة بالأخلاق والأدب والرياضة وتربية الأولاد. ده تالت عيد أجي فيه هنا، والحفلات اللي بتتعمل بصراحة بتشجعنا إن إحنا نيجي، بنحس بأمان وبنقابل بعض وجو ترفيهي وحاجة كويسة يعني. والله الحفلة دي أنا ما كنتش متوقع إن يجي عدد كبير جدا كده، بس النهاردة الحمد لله أنا شايف كل الناس جاية ومبسوطة جدا بالحفلة بتاعت العيد هنا. والنهارده احنا كنا محضرين مطربه الاوبرا آية عبد الله، هي سوليست بتاعت فرقه سليم سحاب، هي بنت النادي اصلا وعضوه في النادي، واديناها الفرصه، وانا شايف ان هي النهارده الناس متجاوبه معاها بشكل كبير، والحفله الحمد لله ناجحه جدا، وده اللي احنا دايما بنهدف له يعني ان شاء الله. طبعا انا مبسوطه جدا وكلي فخر وشرف ان انا السنه دي بقضي العيد في حفله لكل اعضاء نادي الاهلي، واللي انا بفتخر ان انا بنت النادي برده، ومبسوطه جدا بتجاوب الجمهور وان هم مبسوطين بالحفله، ويا رب ان شاء الله دي اول مره ليا، ويا رب ان شاء الله ما تبقاش اخر مره. اتبسطت جدا معاهم ويا رب الناس تكون اتبسطت النهارده. بص، هو العيد ما بيتقارنش بين قبل ولا بعد، هو العيد فرحته بينا، يعني احنا اللي ممكن نعمل الفرحه، ملهاش علاقه بانه زمان كان ايه او دلوقتي ايه، يعني الشخص بايده هو اللي يفرح نفسه، هو اللي يعمل ايامه اصلا اعياد، مش شرط كعيد احنا فيه. دلوقتي تحس شويه في افكار تختلف عن زمان. زمان كنت بتحس شويه القعده العائليه اكتر من دلوقتي. دلوقتي تحس في اصحاب، في نوادي، في خروجات اكتر من زمان يعني. كل حاجه في النادي ممتازه والناس جميله وكل حاجه جميله، بس احنا عايزين نشوف اللعيبه قاعده معانا مش لاقيينهم. احنا على طول على فكره بنروح الجزيره، بس قلنا النهارده نغير نيجي هنا يعني، لان على طول اولادنا بيتعلموا السباحه في الجزيره، بس احنا النهارده غيرنا وجينا هنا، لو نوع من انواع التغيير. لما باجي ببقى منبهر، لان طول عمر النادي الاهلي رمز الجمال في مصر باعضائه بإدارته بناسه، واحنا مشجعين النادي الاهلي الدرجه الاولى يعني. اجواء عامل جو جميل جدا واسري، والنادي بيعمل موتيفيشن من وقت للتاني، بيعمل ايفنتس حلوه، بيجيب مطربين مشهورين، في النهارده حد جاي من الاوبرا حاجه كده، مش متابع يعني قوي بس معلوماتي، فعلى طول في تطوير وفي يعني انا حاسس ان المانجمنت يعني بتحاول تعمل احسن حاجه ممكنه لارضاء الاعضاء واللي يجوا يمثلوا كمان ضيوف الاعضاء. لقيت زمان كان حاجه مختلفه خالص. الله يرحم بقى والدي ووالدتي وجميع اموات المسلمين. كان العيد بيبقى مختلف، بيبقى اسري اكتر. حضرتك السوشيال كوميونيكيشن كانت اقوى، ما كانش فيه بقى ولا موبايل ولا كان فيه اي حاجه ولا كان فيه تكنولوجي ولا الكلام ده، فالحاجات دي طبعا اثرت كتير قوي على الترابط الاسري والاجتماعي، وده كان اهم سمات الشعب المصري. بس باي فار يعني الناس الدنيا لازم بتواكب التطور ده، انما عامه الاجواء جميله يعني. هو ده بيتنا، ده بيتنا التاني بصراحه، واحنا بنعتبر ان احنا مرتاحين نفسيا اول ما بنخشه، لان بنحس فيه كل حاجه حلوه، حس العيد والفرحه والناس اللي فيه، خدمه جميله يعني، والحفلات الجميله اللي بيعملوها في رمضان والعيد بتدي بهجه لنا حتى لو ما سافرناش، فدي بتبقى حاجات جميله قوي قوي. انا متربي في النادي الاهلي من زمان، ووالدي كان من سنه 30 عضو في النادي، فمقصلين النادي ده البيت الثاني بتاعنا. ف
ربنا فيه من صغرنا يعني. طبعا متعود كل سنه بتعدي لانديه نصر وساعات بروح الجزيره واحلى حاجه يعني، حتى عشان الاولاد اخواتي يلعبوا كده ويستمتعوا يعني بالنادي وكله يعني. انا باجي كل عيد هنا ودايما يعني مختلفه عن اجواء الاردن، دايما هفضل العيد هنا عن بتاع الاردن. هنا الناس يعني مستمتعه وتستمتع الحياه اكتر مثلا، وهي يعني الاردن حلوه اكيد، بس هنا خلاص مصر ليها طعم تانية تفضل دايما ام الدنيا. انا اول مره الصراحه اجي هنا اقضي العيد في النادي، بس يعني جميل جدا الصراحه، انا مبسوطه والله بالاجواء وبالاغاني فرقه الموسيقى العربيه اللي جايه النهارده، بجد يعني شيء جميل والله، احسن كتير من قعده البيت. ليله العيد انستينا وجددت الامل فينا، يا ليله العيد هنا هلنا علينا فرحنا وغنينا. احنا كل سنه بيبقى في النادي الاهلي بنقضي احلى ايامنا، والحقيقه مجلس الاداره كله بيعمل لنا جو جميل، وزي ما احنا سامعين بيبقى في فرقه موسيقيه وفي قعده كويسه للاسره تليق بينا، وكل سنه طيبين جميعا. انا حضرت النادي ده وهو لسه بيتبني، وشرف لي ان انا اشوف المنظر ده كله وابقى اسرتي من اساس فيه واولادي كبروا فيه. النادي بتاعنا زي الفل، دايما عامل لنا حاجات حلوه ودايما بنفرح مع النادي الاهلي. احنا قاعدين من بدري اهو عشان نحضر الحفله ونفرح مع النادي ان شاء الله. طبعا احنا بنشكر اداره النادي واخد بالك اللي وفرت لنا، طبعا الاستاذ محمود درويش واخد بالك والفرقه اللي معاه، طبعا هم كل عيد بيفرحونا بصراحه في كل عيد. على حسب وداد قلبي يا ابويا رحب الزين، سلامات 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 سلامات، على حسب وداد قلبي يا ابويا ضيعت اول يومين بتقضيه مع الاسره وكده، وثالث يوم او رابع يوم زي النهارده كده احنا عارفين ان في حفله في النادي، فجايين نقضي او نقضي اللي هو اخر يوم في العيد في 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 النادي. عايزين عشان الحفله بنحبها، اراجوز وساحر وساحر وحاجات جميله. عاجبني كل حاجه فيه، زي اللي هو التمرينات بتاعته، التراك، البسين، الحفلات اللي بيعملها جدا. بقعد العب مع اصحابي بحبهم جدا صراحه. انا النهارده في النادي الاهلي وفي العيد، اسال اخواتي بيعملوا ايه في العيد. انتوا بقى بتعملوا ايه في العيد؟ بنلبس ونجيب لبس جديد، بنلبس ونجيب لبس جديد ونروح عند التاج، بنصحى نلبس ونفطر ونقعد نفرح. انا جاي هنا عشان ارسم علم الاهلي على وشي. نقضي اليوم من اوله هنا، الاولاد بينبسطوا طبعا في البسين الصبح وكده، وبعد كده بيتغدوا وبيطلعوا، بيبقى في شو للاطفال واغاني للكبار بعد كده، فبينبسطوا يعني. بنخلي الاولاد يبقوا معانا عشان خاطر
يجوا الاحتفالات اللي هنا بيبقوا مبسوطين فيها يعني. انا عارفه ان اي حفله بتاع اي حفلات حلوه بشوف فيها الاراجوز وحاجات كتيره، بس انا مش عارفه لسه هيحصل ايه تاني. كل سنه وحضراتكم طيبين والاعضاء كلهم بخير يا رب، والاهلي كله بخير ان شاء الله يا رب. طبعا دايما بيبقى في توصيات قبل اي مناسبه بيديها النادي، سواء هنا او في الجزيره في المقر او في مقر مدينه نصر، توجيهات طبعا من رئيس مجلس الاداره ومجلس الاداره ومدير فرع كل نادي والمدير التنفيذي، فبيبقى ليه باكج معين بنحددها وبنعمل على اساسها اي حاجه ترفيهيه بيحتاجوها الاعضاء عشان طبعا يقضوا عيد يكون سعيد ان شاء الله. وخاصه طبعا هنا بالنسبه للاطفال بيبقى فيه اهتمام بشكل اكبر وبشكل اوسع، على اساس هنا الاعضاء هنا كلهم صغيرين وفي اطفال معهم كتير يعني. يعتبر تاني مره اشتغل في النادي الاهلي فرع الشيخ زايد، اول مره كان في رمضان اللي فات، والمره دي كمان اشتغلت معاهم في العيد الاضحى، وكان شرف ليا وشرف لاي حد اهلاوي طبعا ان هو يجي يشتغل او يعمل شغل هنا في النادي الاهلي، وانا سعيد جدا بحضوري هنا في الحفل ده. كل سنه وانتم طيبين جميعا، ويا رب كل سنه ومصر كلها بخير، ونتمنى اننا دايما نكون في اعياد، ويا رب اشارك دايما في حفلات النادي الاهلي.